إنه يوم النصر، وهنا يقف ستالين ذلك الثائر الجورجي. وقف ملوحاً وداعاً: أيها النازيون، مبارك علينا وعليكم، فزمن النازية ولا. اليوم هو 9 مايو عام 1945، وهذه موسكو تحتفل بالنصر، فهو يوم العظمة للاتحاد السوفيتي وللحلفاء. لم يكن هذا النصر لموسكو وحدها، وإنما لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها، فذلك هو نصر الحلفاء جميعاً. وها هو وينستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي يعلن السلام بعد حروب عنيفة وعصر سادت فيه لغة القتل والدمار. وهذه جندية من الجيش الأحمر في منتصف برلين، اقتحموا مستشارية هتلر، وقعوا على صك الاستسلام، فلا جرد لهم للمتابعة. الثلاثون من إبريل 1945، ينهي هتلر حياته قبل أن يرى النازية تندثر أمام عينيه. كان خيار الانتحار أسهل من ترقب هزيمة وشيكة حصلت بالفعل بعد أيام من موته. قبل 77 عاماً تحالف الغرب مع الاتحاد السوفيتي للقضاء على النازية، واختلفوا بعد ذلك مع موسكو على كل شيء. وأوكرانيا اليوم غيرت مفهوم النازية، تراها روسيا في رئاسية كييف والناتو، ويراها الغرب ببوتين الساعي لإعادة عهد القياصرة.